شهاب، قبل الفاصل كنا بنتكلم على محمد صلاح، شفت ايه بتاع محمد صلاح؟ ارقام عظيمه، ارقام استثنائيه، ومسته كمان انه لو الفرقه بتاعته مش في افضل احوالها هو رائع، لو المنتخب مش في افضل احواله هو رائع، دائما رائع محمد صلاح. يمكن صلاح يمكن الموسم الحالي كمان على عكس ناس كتير كانت بتتخيل ان صلاح قدم كل شيء مع ليفربول، هو بيعكس كل الكلام ده ومازال بيقدم الكتير لنادي ليفربول، وهيبقى واحد من اساطير، هو يعتبر هو واحد من اساطير، يمكن هيجي وقت على صلاح لو كمل مع ليفربول هيبقى اللعيب رقم واحد في تاريخ النادي، ده شيء عظيم بالنسبه لنا في مصر او في الكره الافريقيه. صلاح يعتبر هو رقم واحد طبعا. بكل الانجازات اللي حققها الرقميه وانجازاته حتى على مستوى البطولات مع نادي ليفربول، والمشوار نفسه والتدرج اللي عمله صلاح بدايه من نادي المقاولين ونهايه مع نادي ليفربول يقول لك قد ايه هو لاعب عظيم ولاعب كبير، من الصعب تكراره لكن من السهل طبعا لو واحد خد نفس الخطوات وخد نفس الاصرار اللي كان عند محمد صلاح انه يحقق ويوصل لنفس اللي وصل له صلاح، لكن هو يظل اللاعب الاسطوري للكره المصريه. هرجع لك بحاجه ليها علاقه بتشكيل السنه من وجهه نظرك، بس عايز اسال جهاد. دايما محمد صلاح بيتقال انه لولا الجماهير المصريه ولولا الناس اللي بتخش تصوت في حاجات كتير قوي ما كانش خد العديد من الجوائز، رايك ايه في الكلام ده؟ لا خلينا نقول ان احنا يعني في شغلنا ساعات مثلا بيبقى ماتش ليفربول شغال، دايما بنحاول ان احنا نغش شويه نشوف الترندات موجوده ايه في ليفربول. فصلاح دايما متصدر اصلا الترندز، مش بس في انجلترا وليفربول، صلاح ساعات بتلاقيه في اسيا موجود في التوب ترندز، موجود في مش بس كمان البلاد العربيه، لا في البلاد الاسيويه بشكل عام، صلاح في افريقيا دايما من الترندز. صلاح اصبح دلوقتي نجم محبوب في العالم كله، حتى بتلاقي الولاد الصغيرين بيروحوا في اي حته المنتخب بيلعب فيها عشان يقابلوا محمد صلاح. فكره ان يعني كان ممكن يبقى اللعيبه المصريه بتاخد هي الجوائز العالميه لو هي الموضوع بالمقياس ده، بس هو السبورت اللي صلاح بياخده سبورت عربي افريقي عالمي. صح، وعشان صلاح هو دايما متالق. تتفق ولا تختلفي؟ طبعا تتفق. طبعا صلاح رحله نجاح تدرس، رحله نجاح تدرس طبعا طبعا. طيب